أشكر أستاذ خالد فازيدانو وأيضا المصور، يعني شرفتونا في ملعبنا ملعب ميلانو، ويسعدني متواجدين مع طاقم كامل خالد فازيدان، وإن شاء الله وجه خير لنا والفريق. إن شاء الله اليوم تمرين استعداد لدورة المدي خروج المغرب دور 16. إن شاء الله اليوم الفريق جيتكم هنا عندنا راح يبيض الوجه، وراح نستمر إن شاء الله، وأنتم تكونوا ورانا ونحن راح نستمر، أهم شيء تكون خلفنا ونحن راح نستمر في الفريق إن شاء الله. طيب أسأل، ما في مشكلة أستاذ خالد. والله إيه، في الافتتاح تعادلنا مع أكاديمية نور 0-0، خسرنا في كأس الافتتاح، ومباراة ثانية فزنا 2-0. النتيجة 0-0. وفي المباراة الثانية فزنا 2-0، فزنا على فريق العالمي 2-0، والمباراة الثالثة أيضا فزنا على فريق الكتيبة، فريق من المدينة، فريق محترم، فريق قدم أداء رائع ما شاء الله، فزنا عليه 3-1، وآخر مباراة فزنا على فريق سلام الجامعة 3-0، ودخلنا بحساباته وفي الأهداف، فرق أهداف وبقرعة مع أكاديمية نور، وتأهلنا على الملحق، والحمد لله لعبنا الملحق وفزنا على فريق النجوم الغربية نتيجة يعني كبيرة جدا 3-0 على فريق معروف في حواري جدة النجوم الغربية، والآن عندنا استعداد يعني تام تجهيز لفريق ميلانو دوري 16 بعد غدا إن شاء الله يوم الثلاثاء، طالب الجمهور أمام فريق شمسان، فريق يعني نت، فريق أكيد عنده جمهور، فريق من حي الشرفية يملك بحراسة المرمى حارس عملاق، حارس معروف عبد الرحمن الدعية، وان شاء الله العيال ما راح يقصروا ان شاء الله الثلاث.